بالنسبه لي على الدعوه ديالي فهو شرف انه نحضر المنتدى الاول للاعلام الرياضي، فكانت دعوه من المعاب. كما قلت لك يمكن هذا البودكاست هو اللي خلاني انه نكون بين الضيوف، وهذا الشيء ما تيزيدني غير كما تقولي اصرارا باش نكمل في هذا المنتوج ان شاء الله. حاليا كاين معنا طلبه في هذا المجال الاعلام، تنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله ويكملوا المسار اللي بداوا فيه صحفيين سابقين. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.